أيمي النجار خبيرة علوم الطاقة، تتناول موضوع طاقة الإنسان والمكان وعن كيفية تحقيق التوازن بحياة الأفراد من خلال تحسين الطاقة بمنازلهم وأماكن عملهم. كتير مهم وحلو الموضوع. يا هلا بونجور، كيفك أيمي؟ سافا، مثل الحال. شرفتينا أيمي وأهلا وسهلا فيك. يعني عادة نحن بنحكي هيك بالعربي الدارج، بنقول فلان طاقته إيجابية، فلان طاقته سلبية، شو هي الطاقة تأثير علينا عادة بالحياة، وشو هو تعريف الطاقة بالإجمال؟ هلا إجمالا الطاقة هن ذبذبات الإنسان، كل إنسان عنده طاقة حواليه، يا هي أتراكتس شيء بوزيتيف يا نيجاتيف، أو إذا عنده بالانس بيعرف كيف يوازي حاله لحتى ما تجي عليه الطاقة السلبية. فأنا كشخص كخبيرة وكصار عندي خبرة بالموضوع، بعرف أعطي تيبس للناس لحتى يحموا هيلاتهم، يحموا طاقتهم، يلبسوا جود كولرز ليعطيهم جود انرجي، هيك شيء يعني حسب كل انسان حسب تاريخ مولده. اوكي، على هالاساس تحدثتي ايمي عن الاشخاص اللي بيجذبوا الطاقه السلبيه ام الايجابيه. اذا بدنا نحكي عن الاشخاص اللي هي بتعطي طاقه سلبيه وايجابيه، كمان ناخذ منك معلومات. اكيد في اشخاص بيعطوا طاقه سلبيه، بس نحن علينا يعني اذا ناس عايشين معنا بالبيت ما فينا نلغيهم بالحياه. صحيح. ففي قصص تبس منخفف له طاقته، يعني مثلا اذا انا حسبت عنصر زوجي كثير عصبي وبعيط وما بعرف شو اكزامبل، فيني احسب له عنصر طاقته وخفف له طاقته بالوان معينه، روقها ببلانت، هيك شيء يعني. أوكي. بأوبجكتس موجودين بالبيت بالسبيس اللي نحن عايشين فيه، اتجاه التخت، الوان التخت. أوكي. في كثير اشياء بنغيره، هو بنغير شو في حوالينا. اكيد اكيد، لانه ما فيك تغيري حدا. لا، بنغيره هو من الاساس. يعني في ناس مش قادرة تغير مثل ما بيقولوا. طيب أيمي، في ناس بتحكي بموضوع الطاقة أو الانرجي ان جنرال، بيقولوا شو هالخدعة الكبيرة، وكثار على السوشيال ميديا أوقات عم ينتقدوا أو أنتر جيمية يتمسخروا على هذا الموضوع، موضوع الطاقة والانرجي. شو بتقلينونها؟ صراحة بقول لهم أنا بحترم رأيكم، بس أنا كشخص أي حدا عم يجي لعندي دغري عم يجيني فيدباك إنه عن جد مرسي. فور إكزامبل بعطي تيبس كتير صغار للناس، رح أعطيكم هيك جنرال قصص للبيت. يلا. أبسط الأمور اللي ممكن تفيد حيا كل لحد الناس. صح. بلا تاريخ المولد بلا شيء. أوكي. إكزامبل الإنرجي بالأساس بتفوت من باب الأساسي للبيت. صح. فذاتس واي الباب اللي لازم يكون كتير بروبورسيونال مع حجم البيت، وقدامه لازم يكون نظيف ومرتب وما يكون في عجقه. شغله تانية انه بوجه الباب ما لازم نحط مرايه، لانه المرايه بتعكس. صح. الانرجي سو بتفوت الانرجي وبتطلع. وشي تاني كمان بحب خبركم اياه، الشباك ما لازم يكون كمان بوجه الباب، يعني اذا باب بيتك دغري بيفتح على شباك ما بيسوى، لانه بدها تفوت الطاقه وتضل رايحه. اوكي، انا بعرف كمان في كومباس. لا اي مزبوط، بنشتغل كمان بالبوصله حسب اتجاهات البيت. صح. مزبوط، بس هودي جنرال للكل، يعني بيفيدوا الكل اللي عم خبركم هن. وبالمكتب نفس الشيء، لازم يكون في حيط ورانا مش شباك، يعني في كذا عامل ليساعدنا لتكون جود انرجي وجود فايبس حوالينا. اذا بدنا نحكي شوي عن الالوان، اي الوان بالبيت محبذه، اي الوان باماكن الشغل هي محبذه بتعطينا يمكن رياحه مع الطاقه كمان الحلوه. هلا كل شيء Earth colors هن أكتر شيء بيريحوا. صح. أوكي، لأنه ما فيهم ألوان ما فيهم عجقة. بس بدي أعطي هيك تيب عن لون الرمادي، مش مع الكل بيتناسب. هيك في عندي أشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي ما بعرف عم نحس بستريس، في اشياء مش بيطلع انه الكولر الجراي ما انه متناسب مع طاقتهم. فذاتس واي احسن انه يجي الشخص نحسب له تاريخ المولد تبعه، نشوف شو العنصر تبعه لنشوف شو لازم يستعمل الوان. أوكي. افضل شيء يعني. اوكي، ايمي كنت عم بحكيك عن موضوع الكومبس او البوصله مثل ما ذكرتي. نحن بنحط البوصله بالبيت ساوث نورث ايست اند ويست لنعرف موضوع الطاقه، فينا نتفصل فيها اكثر بهذا الموضوع؟ أكيد. لنعرف انه طاقتنا وين لازم نوجه كمان الاوبجكتس بالبيت. أكيد. كيف بدنا نحطهم ليعطونا جود انرجي. اكزاكتلي، اكيد هول كلهم بده كمان يجي الشخص لعندي تنحسب التاريخ المولد تبعه تشوف شو اتجاهاته، يعني كله بيزد على سيشن، ما بيكون هيك جنرال لان كل واحد اتجاهه شيء. يعني انا ما في اقول لك انت قاعد شمال غرب ويطلع جوزك شمال شرق تتخانقوا ببعض فور اكزامبل، لانه عن جد بيأثروا. اوكي، شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن
تمار كنت بدي انا كان بدي كفي بموضوع الالوان اذا بيأثروا كمان ايه. الالوان اللي نحن بنلبسها غير الالوان اللي بنكون محاطين فيها. اكيد كرمال هيك قلت لك انا في ناس بيقولوا لي عن الجراي بيحبوا الجراي، بتطلع انه هي الالمنت تبعها وود، والوود هو لونه اخضر بيتغذى من ازرق واسود، والجراي بيضعفه. ف ات ابس يعني ات ريليتس على الشخص اي متى خلق. طيب على سيرة الأخضر خلينا نحكي شوي عن البلانتس اللي كمان بعرف إنه اللي هي روح بالبيت، فممكن يعطوا طاقة، بيعطوا طاقة إيجابية في مطرح معين، لازم مش الألوفيرا، كل شيء فيه شوك ما لازم نحطه بقلب البيت، حتى الكاكتوس ما لازم يكون بقلب البيت، ينحط برا الشوك الكبير على البلكون، يعني كل شيء فما ينحط أبدا بلانتات فيهم شوك بالبيت لأنه فيهم شوك يعني طاقة سلبية. فبتر تو بوت غير نوع من البلانتس اللي هي في سنيك بلانتس، في البونزاي، في كذا نوع، واو بلس فيك تستعملي شتل العادي اللي هن ما بيأثروا شيء. يعني فينا نحط الاوركيد مثلا بالبيت، انا من محبين الاوركيد، الاوركيد طاقه ايجابيه. اكيد دائما كل شيء ناتورال وعيش شيء كثير منيح. اورايت ايمي، بدي احكي عن الاحجار الكريمه بموضوع الطاقه. نحن كثار بنعرف انه بيامنوا انه كل انسان عنده حجر الكريم مزبوط. واللون بالحجر الكريم مزبوط. اللي بيعطيك الرزقة، اللي بيعطيك السعادة، اللي بيعطيك الحب، اللي بيعطيك استقرار بالعائلة. هلا مش هالقد بيعطوا صراحة يعني بس بيعطوا good energy. أوكي. لأنه مش energy. واحد يلبس أنا مثلا لولو الانرجي تبع الستون تبعي بيعطيني انرجي لبسته، بس مش هالقد يعني ما ربحت اللوتو ما مدري شو. فهمت شو قصدي؟ اكيد بيعطوا جود فايس، بيصير الانسان مرتاح، بس ما رح يجي حجر يغير لك حياتك يعني. اوريت بس بيحكوا مثلا بالتركواز، بيحكوا بالروبي، بيحكوا بال لولو كله على تاريخ الميلاد. نعطيكي تاريخ ميلادنا هلا تعملنا ايه؟ خلينا ناخذ كل المعلومات. بدي الكالرز شو تلبسوا هيك؟ طيب يلا شو بدك؟ بدي كالكولاتريس. نفتح التليفون يعني بالتليفون بالتليفون. طيب يلا ها انا حاعطيكي ها فيتي سوري مشاهدينا، بس بدك تخبري المشاهدين عمرك عادي؟ اكيد احنا ما عندنا مشكلة، نحن ما بنتخبى وراء اصبعنا ابدا، يمكن نحن الوحيدين. هيدي لإلك. اوكي قد ما فيكي ما توقفي. 29/9 اوكي 1981 اعترفنا بالعمر. برافو. اوكي يور اليمنت از ايرث، اوكي يور نمبر از 5، ولانك وومن بننقلك على الايت. اوكي لانه الفايف فيها تكون للرجال، للذكر وللانثى بالحسابات. فوقتها تجي الرقم 5 بننقلك على رقم 8. يعني رقم حظي 8؟ رقم حظك 8 فينا نعتبر. اوكي هلا الالوان هي ترابيه لك اللي هي الايرث كولرز، والشيء اللي بغذيك هي الالوان الناريه، يعني كل شيء ريليتد تو فاير، احمر، اورنج، ارجوان، كل هالالوان هيدي كثير بتعطيك طاقه ايجابيه. فبدي من هلا وبالراحه تصيري بس يكون عندك شيء انترفيو او شيء كثير مهم تلبسي الايرث كولرز مع شيء ريليتد تو فاير. طيب الحجر الكريم؟ الحجر الكريم انت اللولو اللي لك. لولو؟ ايه مثلي. واو تمار يال يال سوري افتحي لنا افتحي لنا اتس اوكي يلا معلش اتس مثل ما بقولوا سافو لابان. ايه اكيد سافو لابان. يلا 30/12/77 اوكي اوكي تمار يور نمبر از 1. انت عنصر المي، عنصر المي رح خبرك شوي عنه لانه بيلفتني، هو كثير قوي. فكاركتر المي بيكونوا قوي، يا قد ما يكونوا رايقين ومدري شو تمام وهيك، بس اذا عصبوا بيعملوا مثل تسونامي. صحيح. عكس الايرث، الايرث بيتحمل كل شيء، بيكون اروق، الناس تجي لعنده بيحضن الكل، الماي بيساعد وبيعطي وبيتحمس وكل شيء، بس يا ويله اللي بيزعله. هلا الالوان اللي بتغذيك هن الازرق والاسود، ولونك المعادن، كل شيء ريليتد تو جراي، برونز وجولد، فهودي الالوان بغذوك كثير، فقد ما فيك البسي الذهب قد ما بدك. اوكي طمنتيني. يلا حشي اطلبي تضويات انا بجيب. طب لحظه ما عندها حجر كريم مع الذهب لنقول هلا هو افضل شيء لا ذهب از ات از ذهب. ايه
احسن شيء الذهب. متفقين انا غيرت اليوم. انا طب اللولو كمان غالي ما فينا نقول لا. اكيد ليك شو حلوه. عندي نكلس لولو كثير حلو بالبيت حضرني حجري لولو وفاير حطيت هدول ففيك تعملي مثلي هيك شيء. ايمي على سيره المي بما انك ذكرت المي قد ايه المي بقلب البيت ممكن تعطي طاقه ايجابيه او سلبيه يعني مثل بوكال او اكواريوم مع اكواريوم مع سمك لان بيعطي بس اذا كان عندك element فاير بالبيت بتعرف له طاقته ما بيرتاح فدائما بدنا نحسب شو يعني element يعني فاير يعني شخص عنصر النار لأن المي بتطفي فبدنا نحسب عناصر كل البيت اللي عايشين بها البيت بس قدام البيت فيك تحطي هيدا بيساعد بالوفرة اوكي قدام الباب فينا نحط نفايره ماي لحتى تعطي فلوينج للووتر بدي اخبركم بخصوص الووتر بما انه عم نحكي عن عنصر المي مثلا التواليت ما لازم تكون زرقاء لانه الوفره هي المي والتواليت ما لازم يكون عندها وفره لازم نسكر لها الانرجي تبعها يا يعني نحط سنيك بلانت بالتواليت يا يعني نعمل لها ايرث كولرز الحمد لله كل تواليتات ايرث كولرز وبيض يعني اليوم عم تخبرينا اخبار كثير حلوه. طيب ايمي بدي انتقل معك نحكي شوي عن الحيوانات الاليفه بالبيت. نحن بنعرف كثير ناس بيكونوا عايشين لحالهم او عندهم اولاد بحبوا يجيبوا بسينه كلب او حيوان اليف بالبيت، قد ايه هذا الشيء بيعطي طاقه ايجابيه؟ احلى شيء بالحياه تكون عندك حيوان، اجمل شيء لانه خصوصي اذا عندك اولاد او عندك مثل ما قلتي حدا وحيد او هلا هالايام دائما الاهل بيشتغلوا ما كثير عم بيكونوا فاضيين لاولادهم، كثير كثير مهم الانيمال بالبيت ان كان كات او دوغ كثير بعقده بيطلعوا لانه في ريليشن وانتر اكشنز مع الاولاد بصير عنده مسؤوليه الولد تجاه هالكلب ياخده ينزله صحيح. فغير ما انه خبرك جود انرجي هالشيء كل الناس بتعرفه لو في ناس انه بتخاف وما بتحب وهيك بس لا لا انا نقول للاشخاص اللي ما بخافوا اللي متصالحين مع هالفكره هل الموسيقى علاقه مع الطاقه واي انواع موسيقى كتير طبعا كثير 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 الموسيقى لها علاقه مع الطاقه اكيد كرمال هيك نحن وقت نكون داون منعلي هالميوزك على العالي دغري بتغير الانرجي دغري واحد بحس حاله مبسوط بدي اعطيك اكزامبل مش عن الموسيقى بس بما انه حكينا عن الساوند اذا شي نهار كنتوا عم تتخانقوا مع الاولاد او مع جوزك او اي شيء اعملي شيء غير الصوت يكسر صحن يا فقعي زقفة ما بعرف بس غير شيء لانه كثير بياثر فجاه بتحس الكل نقز ووعي هي مش بس الطاقه هي لفشه الخلق مزبوط قبل الطاقه خلينا نكون متفقين اهم شيء الصحن ما يكون من ست ثقيل دخيلك ايه اكيد دخيلك هيدا اهم شيء بعد شغله بدي اقول لك ما يكونوا صحون مجلوفين كل شيء مجلوف بالبيت منه منيح كل مرايه مكسوره منه منيح كبون كلهم فقد ما فيكم ضلوا عزلوا ويكون السبيس اللي انتم عايشين فيه ما فيه كثير اغراض يعني ما نقول انه يي بركي استعملت انا كنت من الناس اللي اقول بركي استعملت وخاف كب الاشياء فتات لانه البابا كان هيك انه بحب يكون عنده بيسمنت عندنا بالجبل وبدوب في كثير اغراض بركي عزنا هلا انا كومبليتلي غيرت كل شيء من بعد الكوزميك بتعرفي ايمي لكينا بيوت اهالينا كلها غلط بغلط بتتذكري كل بيوت اهالينا بتفوتي اول شغله المرايه بالوجه هيدا الكونسول كانوا يسموه مرايه مع كونسول قد ايه كان في طاقات لكينا سلبيه ببيوت اهالينا او اجدادنا اكيد حتى. اكيد هلا ما فينا نقول لهم وهن حرام مش عارفين بس اللي هلا عارف صار في اتليست ينتبه وما يحط مرايه بوجه البيت ايمي قد ايه كمان الطاقه مايند سيت قد ايه طريقة تفكيرنا، قد ايه كيف نحن بنشوف الحياة، قد ايه كيف نحن بنكون حلوين من جوا وبيكون في بياض، هيدا الشيء كمان بينعكس بيعكس اكيد، بس كل انسان حسب هو شو عايش، شو عم بفكر، كرمال هيك مش عم بحكي عن حالي بس اي حدا عم يجي ياخذ سيشن معي عن جد بفل بنظرة ثانية لإلي اوكي، ايمي نحن عندنا شوي معتقدات خاطئة بقصص خاصة بالوطن العربي مثلا البومة معناتها شقم عنا ورقاز البومة بأمريكا هي good luck بفرنسا وبفرنسا كمان ورقم 13 ورقم 13 كمان مزبوط Friday the 13th كتير منحكي عنه ومنخاف منه إنه خاصة إذا أجا نهار جمعة حدوة الحصان مثلا وردة المزهرية اللي فيها ورود
كل هول عنا معتقدات خاطئة عنهم، فيك تصححين إياهم؟ أكيد. أنا اللي بقوله إنه أي شيء نحنا منفكر فيه سلبي رح يصير سلبي، كرمال هيك ما هالقد ننقذ إذا شفنا بومة، بالعكس هيدا حيوان والله خلقه وعيش يعني، والبومة أصلاً ما بتجي عبيوتنا ولا بتقرب صوبنا، يعني ما بعرف ليش عملنا هالشي، صرنا كل ما بنشوف حدا زعلان أو مثل البومة فحرام، لا البومة مظلومة لأنه بالعكس بورد بونار وكتير عالم في دراسات بتقول هيك بأوروبا كلهم، وبالنسبة للمزهريات والرقم 13 وهو لا بالعكس المزهرية فيها ورود والورود رح يكونوا عايشين وانت حتبتي لهم ماي، بالعكس ما قال أي شيء سلبي أتقول، بس الشيء السلبي هو الورد اليابس منه هلسي إنه منه صحي ولا محبس ينحط بالبيت ولا أكواريوم أو صفدة ميتة يعني أو أكواريوم فاضي، لأنه هولي فيهم أنرجي شيء كان عايش وراح. طب اللي بحمطوا الحيوان وبحطوه بالبيت؟ أنا جسوي كونتر، هلأ كل واحد حر، بس أنا أكيد ضد. أول شيء أنا ضد نقتل حيوان تنصمده يعني حرام. هلا أوكي في ناس تأكل لحم بتأكل دجاج إتس أوكي بيعتبروا إنه نحنا كلنا محلل الأكل فاين، بس حرام نقتل حيوان لحتى تعرفي حتى الفلاورز بالفاز هلا قد ايه رح يعيشوا؟ قلتي إنه رح يكونوا عايشين عم نعتني فيهم أحسن يومين ثلاثة إذا تركناهم بالطبيعة أحسن. شو صار؟ أكيد البلانت أفضل تنحط من إنه وردة تكون مقصوصة طبعا. عندي ألوة فيرا على البلكون عم فكر اخلص منها اليوم على البلكون اتس اوكي از لونج از اتس برا ما بيأثر ما بيأثر ما بيأثر، بس حطوا سنيك بلانت بالتواليت سنيك بلانت بتخفف له طاقه بالاوض كمان. هلا افضل ما تنحط بالاوض فيك تحطيها بالصالون مع انه من الثري بلانتس اللي بيصلحوا ليكونوا بالاوض فيهم يكونوا اندور يعني بيعطوا بس أكسجين. بالنوم ما بد انت انه الله خلقك تاخذي اكسجين عادي مش ما بنا شيء افضل يكون قط النوم هيك حلوه البلانت يلا خليها اذا عادي لا بسمعها بتسحب الاكسجين شوي لا بتعطي اكسجين بتعطي اكسجين لانه في بلانت بتسحب وبتعطي والاريكا بتعطي وفي وحده ثانيه كمان بتجي هيك ثلاثه كمان هيدي موجوده عندي ما بعرف شو اسمها اتس اوكي بدي اسالك عن الشيبس ايمي بالبيت الزوايا بياثروا دائما بقولوا الزوايا افضل نحط اشياء فيهم روم لحتى ما تحجبال انرجي يعني منحط اشياء هيك اروندي بكل زاويه يعني اللامبادرات لازم تكون مبرومه هلا ما لازم يكون في كتير لامبادير احسن أوكي. وما لازم يكون في كتير شرايط كتير حديد افضل لا اوكي طيب. حتى شيبس سوري يا ديانا الطاوله الفوتاي يعني هلا هول ما لهم علاقه إيه ما بس كتير بدنا نفوت زو... فيهم لا بس لانه الزوايا بوينتي قصدي اقول انه بوينتي ما بيأثر لا لا ما بيأثر اوكي طيب موضوع الزوايا كمان بجرني لموضوع من ايام ستنا وامي دائما حطي ملح خشن بالزوايا تجيك طاقه ايجابيه تجيك الرزقه صح شو الملح والبحر وميه الملح ماست ماكسيموم جود انرجي يعني انت whenever you feel انا حاطه ملح خشن افري وير يعني حتى اذا ما كنت مرتاحه تحممي اعملي بالهيمالايان سولت كثير منيح طيب عم نحكي الملح الخشن الهيمالايان سولت او الملح العادي ملح الخشن خشن ايه اوكي الأشخاص اللي نحنا منحس إنه عم يعطونا طاقة سلبية إيمي، بحق لنا نبعد عنهم. أكيد بحق لك. أنا بقول لك أكيد أكيد بحق لك. أنا بحق لي ما بحق لي بخليهم. You can feel it يعني أنا في أشخاص كنت حس بالباد أنرجي، حس إنه خلص أنا بدي بعد أريح. هلا هني حرام ما فينا نلزمهم لان اوقات بيكونوا هني مش عارفين بيكون طبيعتهم هيك طبيعتهم فيهم يغيروا الانرجي تبعهم ايمي اذا استوعبوا اذا بيامنوا مش اذا استوعبوا اذا تعالجوا اذا تعالجوا يعني بده واحد يعرف حاله نيجاتيف ما في حدا ما بيعرف شو في جواته ما انت افكارك بتعكسك تمار انت اذا عم تعطي نوايا منيحه للناس او لحالك يعني انت ما بك شيء ايمي بس بدك يتقبلها على حاله قبل ما يتعالج ما هو بصير معه مشاكل على هالاساس لازم يقول انا لا خليني شوف شو بني أفضل. كيف بتكون طريقه العلاج للانسان It depends. هلا في ناس بتروح عند بسيكولوج في ناس تروح عند لايف كوتشز صحيح في كذا طريق تحل الاشياء بس السبيس علي الالوان علي هيك شيء بلس البوزيتيفيتي كمان علي بيرفكت والبوزيتيفيتي موجوده مبينه اصلا فيك ايمي طب ايمي خلينا نحكي شوي عن الاولاد اولاد العالم كله يلي هن محور الكون بتكون اولادهم كيف اليوم بنحبذ الولد انه يكون عنده طاقه ايجابيه
اوكي هيدا كيف نزرعها فيه انت يعني؟ ما فيك تزرعي بس بدك تعكسي ولا لا ربانه والاهل اكيد هن الاكزامبل يعني انت بدك تكوني الاكزامبل تبع الفرد وبدي اعلمك شيء انه وقتها بدنا نعطيهم ريمارك ما نقول لهم ما تعمل هيك خلينا نكون على طول ايجابيين صحيح. لانه حيلا شيء مش الكلمه السلبيه بتفوت بالعقل اللاواعي تبع الصبي بيرفضها يعني دائما بدك تشجعي I'm proud of you great job أكيد. great اكيد قدري اي شيء بيعمله الولد وتعرفي انه كل ولد عنده الكاباسيتي تبعه يعني انا عندي صبي بضل سبار وبحب الانرجي وما بيهدى وعندي صبي رواق بحب ياكل بحب بطنه بحب يعمل كم اكتيفيتي فهالشيء بيختلف عن كل ولد نتقبلهم مثل ما هن طبعا طبعا ايمي بدي اقول لك دوماج انه خلص وقتنا معك I was really interested in the topic كثير حلو وان شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا من كل هالتبس اليوم اللي حكينا معك فيهم ايمي نجار خبيره علوم طاقه اهلا وسهلا فيكي وشرفتينا وحطوا ملح بالزوايا يا جماعه وبعدوا المرايات عن الباب هيدي النصيحه بوجه الباب عشان ما بوجه الباب ما بيأثر يا هلا فيكي ايمي زوروا موقعنا alphatv.com تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية